حان دا عم دوخ هين وني ولن في سون يحلو فين ثرام سلوث ودي للثخ وادخل في شي كرام رموخ موسى قال للآباء إن نبيا مثلي
سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباؤنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. آمين. باركمو فاول شليح طوبى ناشم عدوما دن شليد سبر خن البر من منسى ورناخون وين ما من راومو نهوي محرمي عيدو دونو بعي لن يلفوني مشا حلفي من كل جابين طوب لينا رسالة بولس الرسول إلى أهل إفسوس. بارك مور شبحوا المريد أشلي أسود عمنا أمين. إخوتي، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في إفسوس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا بما قيلنا تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. إذ سبق فعبنا للتبني يسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الأفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لما كل حكمة وفضة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرة التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما في على الأرض، في ذاك الذي في أيضاً نلنا نصيباً معين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، ليكون لمدح مجد لنا الذين قد سبق تجاهنا في المسيح الذي فيه أيضاً أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضاً إذ آمنتم حين بالروح موعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. بارك مور هاليلويا وهاليلويا هاليلويا دبح لدبح شبح فرخ مرام شلياد حزن أخفوسان صوصون شمال أسبر صد ملي حيو صدالوهو
اي وينقل يوقاني شد مراني شو امشي هاتمي سيقراني شوالان مريانو يشو أمتيحهم كرزو ثم أحيوني ثم يوحى ريخ تثم وعتدني سيت تشبحون شلوح شلح الفرقان وعن كل الرحمن والعلي زبنا خيل شو امشيحو ملثوت يا لود اتباسر من فلتو قد اشتو مريم هولين دين هو خانو هو مؤمنان مودنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجدا مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي قد صار قدامي لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح فسألوه إذن ماذا إلي أنت فقال لست أنا النبي أنت فأجاب لهم فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي وكان المرسلون من الفريسين فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه هذا كان في بيت عبر في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد شينو وشلوم الخلخون تفضلوا شمابو وبرو روحو قديشو حضلوه شريرو أمين صاحب الغبطة الأخ الجليل بطريرك فؤاد طوال أصحاب النيافة والسيادة أيها المؤمنون الكرام نشكر الرب الإله الذي منحنا هذه الفرصة أن نأتي ونزوركم في هذا اليوم المبارك الذي يصادف أيضا عيد الظهور الإلهي عيد الدنح دنحو ألوهويو عيد الغطاس بحسب التقويم الشرقي فنحتفل معكم بهذا القداس اليوم وغدا إن شاء الرب نحتفل بقداس الدنح على نهر الأردن نشكره لأنه أعطانا هذه الفرصة ونحن
منذ تنصيبنا بنعمة الرب وبدون استحقاق بطريركاً وخادماً لهذه الكنيسة المقدسة، نتطلع إلى الفرصة التي يمنحها الله لنا لنأتي ونزوركم هنا في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلبنا. نعم، كنا ننتظر هذه الفرصة لنأتي ونلتقي بكم جميعاً، ونحن نعلم محبتكم وغيرتكم الوقادة الكبيرة على كنيستكم السريانية المباركة، وقلوبكم تعمر بإيمان حار قوي متين أخذتموه عن آبائكم وأجدادكم الذين نجوا من المذابح والإبادات ووصلوا إلى هذه البلاد عن طريق القدس المبارك، وأنتم حافظتم على هذا الإيمان، وهو الذي جعلكم تقومون بأعمال كبيرة تمجيداً لإسم الله وخدمة للمؤمنين، فأنشأتم هذه الكاتدرائية المباركة الجميلة التي ليست جميلة فقط ببنائها، ولكن أيضاً بقلوب أبنائها ومحبتهم وإيمانهم. وبعد قليل، بعد القداس الإلهي، نفتتح معاً أيضاً المركز الجديد، مركز مار مرقس، وهكذا تضيفون إلى إنجازاتكم إنجازاً جديداً، وكله من أجل تمجيد اسم الرب القدوس. ولكن هذه الأعمال الكبيرة التي تقومون بها هي نتيجة وثمرة، هي ثمرة إيمان قوي بالرب الإله وثقة بالنفس تأتي عن هكذا إيمان. نبارك لنا بكم أيها الأحباء، نبارك لأنفسنا وللكنيسة بأبناء مخلصين محبين يعطونا بدون حساب من أجل الرب ومن أجل كنيسته، ونثني على همتكم العالية، مصلين إلى الرب الإله أن يديم عليكم نعمة الصحة والتوفيق، وأن يديم على هذا البلد العزيز الأردن بركة ونعمة السلام الدائم والأمن ليعيش أبناؤه بمختلف مكوناتهم متحابين متفقين على محبة الله ومحبة الوطن وخدمة الإنسان. ولا بد أن نحيي في هذا المساء المبارك قائد ورئيس وملك هذه البلاد جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وكل من يساعده في خدمة وفي إدارة هذه البلاد المباركة. نطلب من الرب أن يباركهم وأن يقودهم دائما إلى ما فيه خير الإنسان في هذا الوطن الأردن وفي منطقتنا المشرقية وفي كل العالم. ومن دمشق أيها الأحباء التي صمدت أمام الإرهاب والدمار، نأتي إليكم ناقلين لكم محبة وتحية إخوتكم من السوريين وخاصة من السريان. وكم فرحنا بإمكانية قدومنا إليكم عبر البر بعد افتتاح المعبر الحدودي، ونحن واثقون أن هذا المعبر سيشهد حركة عبور من الطرفين لتعود تلك العلاقة الخاصة المميزة التي كانت تجمع بين الشعبين السوري والأردني لما فيه خير الشعبين والبلدين. يسعدنا اليوم أن يكون معنا حاضراً هذا القداس الإلهي صاحب الغبطة الأخ الجليل البطريرك فؤاد طوال،
وأصحاب السيادة ممثلي الكنائس الشقيقة، كما يسعدنا ويفرحنا أن يشترك معنا بهذا القداس الإلهي الإخوة المطارين الأعزاء صاحب النيافة مارسيفيريوس حاوى مطران بغداد والبصرة، وأصحاب النيافة المطران مارثاناسيوس توما داود مطران والنائب البطريركي في الولاية في المملكة المتحدة، وصاحب النيافة المطران مارتيموثاوس متى الخوري معاوننا البطريركي ونائبنا لأبرشية دمشق البطريركية مع الأبناء الأعزاء الكهنة. نجتمع أيها الأحباء في هذه الكنيسة المباركة لنقدم هذه الذبيحة، ذبيحة شكر على نعم الرب الإله علينا. ولا بد أن نتذكر ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام الدنح المقدس التي تمتد إلى بدء الصوم الكبير، أن نتذكر أمرين مهمين بإضافة إلى باقي الأمور. الأول أن عماد الرب يسوع المسيح، وإن كان من الأعياد السيدية المهمة، ولكنه ليس بحد ذاته الحدث، بل كان مقدمة لحدث أكبر وهو ظهور الثالوث الأقدس على نهر الأردن. لذلك في طقوسنا وفي تراثنا الكنسي لا نسمي عيد عماد السيد المسيح، بل عيد الدنح، أي عيد الظهور، إبيفانية، عندما ظهر الثالوث الأقدس على نهر الأردن عرف كل العالم أن الله الواحد موجود بأقانيم ثلاثة، وهذا لا ينقص من وحدانيته. فنحن نؤمن بإله واحد، ولكن هذا الإله الواحد يظهر لنا بثلاثة أقانيم: آب مصدر لكل شيء، وابن يتجسد في آخر الأزمنة يصبح إنسانا كاملا وهو الله الكامل في نفس الوقت، واحد من اثنين، من جوهرين، من طبيعتين، طبيعة واحدة وشخص واحد، هو الرب يسوع المسيح الإله المتجسد الذي يأخذ جسدا من العذراء مريم، يعتمد في نار الأردن، ثم يصعد إلى الصليب ويموت ويقوم لكي يخلصنا. ثم بالإقنوم الثالث وهو الروح القدس، إقنوم الحياة والفعالية، الذي ما زال يعمل في كنيسة الله وفي هذا العالم من خلال مواهبه الكثيرة، وخاصة من خلال حلوله في الأسرار المقدسة. هذا هو الإله المحب الذي نؤمن به. نحن نؤمن بإله واحد وليس بثلاثة آلهة كما يعتقد البعض. نؤمن بإله واحد يهتم بنا منذ خلق آدم وحواء حتى يوم لقائنا به مجددا في فردوس النعيم ثم في ملكوت الله. وعلى نهر الأردن ظهر هذا الإله المثلث الأقانيم بوضوح كامل، عندما اعتمد الرب يسوع المسيح في نهر الأردن فانفتحت السماء وسمع صوت الآب السماوي يقول: هذا وابني الحبيب الذي به سررت. وظهر الروح القدس بشكل حمامة واستقر على رأس الرب يسوع. نعم، هذا هو الإله الذي نحتفل به ونعبده ونحبه، لأنه هو أحبنا أولا وجاء ومات من أجلنا. إذن في هذه المناسبة، في هذه الأيام، نتذكر أساس إيماننا: الإيمان بالشخص الرب يسوع المسيح الإله المتجسد، الإقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. أما الموضوع الثاني أو النقطة الثانية التي أود أن أتحدث عنها باختصار، أن هذا اليوم المبارك وهذا الموسم المبارك يجب أن يذكر كل واحد منا يوم اعتمدنا نحن أيضا لمعمودية الخلاص
وليس معمودية التوبة، معمودية الرب يسوع المسيح، موت وقيامة مع المسيح، وليست معمودية يوحنا. نعم، يوحنا عمد بالماء كما قال للذين سألوه، ولكن معموديتنا نحن هي بالروح القدس والنار من خلال الماء المقدس. نولد ولادة جديدة، نولد بطبيعة متجددة تعود بنا إلى طبيعة آدم قبل السقوط. ومن هنا على كل من يحمل اسم المسيح أن يشعر أنه خليقة جديدة بالرب يسوع المسيح، أن يكون إنساناً متغيراً بطبعه وخاصة بسلوكه، فيسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها كما يقول معلمنا بولس الرسول. إذن هي أيام نتذكر فيها أننا وإن كنا بالجسد لكن يجب أن نسلك بالروح، وهذا ليس بالشيء السهل أيها الأحباء. فالإنسان المسيحي الحقيقي يجب أن يظهر مسيحيته بأخلاقه وخاصة بأفعاله. فالإيمان بدون أعمال ميت كما يقول يعقوب الرسول. ونحن الذين اعتمدنا بيسوع المسيح، اعتمدنا بموته وقيامته إلى حياة جديدة. من هنا يجب أن يكون لكل منا نظرة جديدة إلى العالم، أن نرى الأمور ليس بظاهرها بل بمنظار روحي طالما تحدث عنه آباء الكنيسة. النظرة الروحية التي من خلالها نرى الأشياء ليس كما يراها الآخرون. فنحب الذين يبغضوننا، أعداءنا، نصلي من أجل الذين يضطهدوننا، نبارك من يلعننا. نعم، هذه ليست بالأمور السهلة، ولكن هذا هو درب المسيح، هذا هو طريق الخلاص، هذه هي المسيحية الحقة. وبأفعالنا هذا ننشر في عالمنا روح المحبة والتآخي والتوافق. وكل منا أيها الأحباء مسؤول عن خلاص هذا العالم. فإن تذكرنا معموديتنا والعهد الذي قطعناه يوم ولدنا من جديد في جرن المعمودية، نعم كنا أطفال لا نتذكر، ولكن نعلم جميعنا أن إشبيننا قطع عهدنا أمام المذبح عندما قال أكفر بالشيطان وأؤمن بالمسيح إلهنا. هذا الإيمان يتطلب منا أن نعيش كما يليق بهذا الإيمان، أن نختلف في تصرفاتنا وفي أفعالنا عن الآخرين، فنقدم دائماً المثل الأصلح للإنسان المؤمن الذي يمارس إيمانه بأفعاله، وهكذا نكون تلاميذ حقيقيين. أحبائي، ونحن نحتفل معكم بهذا القداس، نصلي من أجل أمن وسلام عالمنا كله، وخاصة منطقتنا هذه، مشرقنا هذا العزيز، الذي منذ قديم الأيام يشاهد ويرى الحروب تلو الحروب والكوارث، الكارثة تلو الكارثة. فنرى أبناء هذا المشرق يتركونه إلى بلاد أخرى، ونحن الذين وجدنا على هذه الأرض الطيبة منذ آلاف السنين قبل الإسلام وقبل المسيحية، آباؤنا وأجدادنا كانوا من سكن هذه الأرض الطيبة من أعالي بلاد الرافدين في منطقة طرعبدين في تركيا، حتى هذه الأرض الطيبة أرض الأردن.
وفلسطين المباركة والقدس مدينة إلهنا. نحن كنا هنا منذ آلاف السنين ويجب أن نستمر. نعم أعدادنا تقلصت، ولكن وجودنا كمسيحيين ضروري جدا في هذه المنطقة لكي نستمر بحمل رسالتنا، وهي رسالة المحبة والسلام بين جميع الشعوب، فنكون دائما جسرا يوصل بين الأمم والشعوب وواسطة للخير. هذه هي رسالتنا منذ اعتناقنا الإيمان بالسيد المسيح في السنين المسيحية الأولى، وستستمر هذه الرسالة إن شاء الله حتى آخر يوم في هذه الحياة. لذلك يجب أن يبقى إيماننا قوياً، وتبقى قلوبنا متينة قوية ثابتة لا تتزعزع، وإن قل عددنا ولكن وجودنا مهم جداً. وقد أخلصنا لهذه الأرض منذ آلاف السنين، يجب أن نستمر بهذا العطاء وبهذا الإخلاص، وأن نعيش مع إخوتنا في هذه المجتمعات، إخوتنا من المسلمين ومن الأديان الأخرى، بمحبة وبسلام وبتآخي. مستقبلنا واحد، ويجب أن نعمل جميعا من أجل هذا المستقبل. نصلي من أجل سلام هذه الأرض الطيبة، أبنائنا في العراق، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في فلسطين، وفي كل شبر من هذا المشرق المبارك. ويسعدنا جدا اليوم أن يكون بيننا في الكنيسة أبناءنا من العراق الذين بسبب الحروب وبسبب الويلات استقروا هنا في الأردن، البعض منهم عبر إلى بلاد جديدة، والبعض الآخر ما زال ينتظر لكي يذهب ويستقر. وأتمنى أن يبقى من يستطيع منكم في هذه الأرض الطيبة، فنحن هنا في الأردن في أرض آبائنا وأجدادنا، كما في العراق، كما في سوريا. الذي يعبر البحار يخسر الكثير، ونحن نخسر الكثير، ونعلم أن من عبر البحار لا يرجع، لا يعود. أما هنا فنحن في أرض آبائنا وأجدادنا. بارك الله بهذه البلاد الطيبة، وجعلنا جميعا تلاميذ حقيقيين نتذكر عهود معموديتنا، ونعيش كما يليق بدعوتنا المسيحية، وأن نصلي بعضنا من أجل بعض لكي يكون كل العالم بخير وبسلام. مرة أخرى نشكر لكم أيها الأحباء استقبالكم الحار وعواطفكم النبيلة التي أظهرتموها تجاهنا كخادم لكم وكأب روحي مشتاق أن يكون معكم. وأصلي بدوري أن يحفظكم الرب الإله من كل مكروه، أن يرحم أمواتكم المؤمنين. ولا شك سنذكر في هذا القداس الإلهي أبونا عمانوئيل البنا الذي خدم هذه الكنيسة، فنطلب له الرحمة من الرب الإله والمكافأة الحسنة، كما سنذكر أيضا أبونا الخوري بطرس توما الذي خدم أيضا، أن يمنحه الرب الصحة والعافية، وكل الكهنة الذين خدموا هذا المذبح المقدس. وأخيرا نوصيكم بابننا الروحي الربان بنيامين الذي عيناه كاهنا هنا يخدمكم، إلى أن يوفقنا الرب بكاهن دائم ثابت متزوج، كاهن رعية يأتي ويخدم هذه الرعية. إلى ذلك الوقت هو كاهنكم، تعاملوه ككاهن لها الكنيسة، كأب روحي لها الكنيسة، وهو يبادلكم المحبة والخدمة، حتى الرعية كلها مع الراعي تقدر تخدم ربنا وتقوم بواجبة
تجاه المؤمنين. ربنا يبارك الجميع ويحفظكم بالصلوات العذراء أمنا يوحنا المعمدان ومرفرام السرياني شفيع هذه الكنيسة دائما وأبدا. آمين. يوم رحمون ورحم علينا وعذارين تشبحتو توديثو ادرو رابو قولاسو رم رامو طبط لو بطل امين ايث خول ازبان وابخول عيدون نشود ناسق باب خمور حمدا لخبز الحياة الذي نزل من السماء رحمتان وظهر من بنت داود عجوبتان وكسر في جلجلة ووزع في البيعة المقدسة وأعطي للمؤمنين عربونا وحياة وهو حقيق أن يؤتي الأحياء والموتى نعيما ونعمة الذي به يليق التسبيح والكرامة في هذا وقت تقدم الفخارستية الإلهية وفي سائر الأوقات والأزمان أيام حياتنا كلها وإلى الأبد. ومدك يونو شبق طيول مثدون البشوثان حيات مبيو الله برحمون وثيت حبوخ لحطو هاي ساقي روبي ودلو مثمنين ولحطو هاو تكول عمودي لوخ ما يمنو ومبيو حسطو بوثراحة معلين الدخرين مبيالو اتخابي نفشو ثان نفشو ثو كدلان دابو هاين وداحين وادرابون هاين وادملفون هاين وادعاني داين
واتكلون عنيد مهايمني يلد ديتو ديلو قدشتو ومشبحتو أني يحمو بيالو نفشو الثون وبعو الثون وفاريون رستالو تبحمي ودحنونو عالقرميهون حوسو يوم حسيونو ويلان والهون شيحو ملكان مبيو موران مروت تشبحتو نيلان مور توليو لان وطلعو درونان وفرق لان وقابل استاوثان وتغشفوثان باطل رحمك من الكل هم مبدوثو قشيوثو والشبط يمشي مدبوثو برحمون وثوخ مبيك لي وعبار والحرثو طبثو ايديث الغبي دشلومو مورو تشينو دشلومو شوالكولان شولومو مشي حيو هاودلو خرحيم وفئ شفالقو مبثو شاكلان لو شبحو توديثو مسقينان هوشو أبخو الإزبان العلمي إننا نسجد أمامك يا إله الآلهة وسيد السادات يا قاضي القضاة المخوف على السلاطين أيها العلي الذي يرهب النورانيون باءه ويرتاع الملائك الروحانيون من منظره إليك نبتهل يا إلهنا العلي لأنك أهلتنا لخدمة السرافيم القديسين وأشركتنا بأسرارك الإلهية المسجود لها لتبررنا برأفتك الجزيلة فنمتثل بين يديك وأمام مذبحك المقدس بطهر وقداسة ونختمك خدمة كهنوتية نقية في مائدتك الروحانية وارسل اللهم روحك القدوس ليقدس هذا الخبز وهذه الخمر الموضوعين أمامنا ويطهرنا من جميع أدران الخطيئة منقيا أفكارنا ونوايانا ومقدسا نفوسنا وأجسادنا لكي نقدم لك ذبائح ذكية طاهرة فنستحق السعادة التي وعدت بها قديسيك ومعهم وفيما بينهم نسبحك حامدين أباك وروحك القدوس هوشو وابخو الإزبان العلمي أمين موريو قابل حسيو لنا دار بصلا وثو من اللهم قابل حسو يتحوب وشبقون وضحطو بتريون علمي لعلم علمي إنو دين عبدهم حيلو وحاطو يولا له ينوي قديش أبو قديش آمين قديش برو قديش آمين قديش روحو قديش دم قديش الفيرموت حاطو يا عبدي كتحو يسو مفرحام عن نفشو ثان نفشو ثو خفديلان دابو عين داحين ودرقونين ودملفونين ودعاني ذين ودخلوناني ذمين وتريون العلم علمين سوفيات يوفرنس كومي قم شافير كلان بصلوس كم رابو ماليو ظلوناني ونيمار نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى ما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبله إلى كل الدهور
نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سامع الباب الجوهر الذي به صار كل شيء الذي من أجلنا نحن بشر هاشم أبي بادر في الأرض وصلب عوضا عنا في عهد الله تألم ومرح أحيو حبيبي صلى الله عليه وسلم بس له أخونا أحبائي صلواتكم أحيو حبيبي صلى الله عليه وسلم بس له أخونا أحبائي وحدي أحبائي وحدي صلواتكم أحبائي وحدي أحبائي صلواتكم أحبائي وحدي صلوا ونجحنا بس وتقبل هذا القربان من أحبائي طيب يشتم شهد رحم علي ومن قالوس وريلاي سون يا إله العالم ربه وإلا لهذا الفداء وإن لم نكن له أهلا لكي يسالم بعضنا بعضا بقبلة مقدسة روحيا ونحن غير ماكرين وبيننا من المحبة رباط وثيق فنرفع إليك حمدا وشكرا وإلى ابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح المسجود له المحي والمساوي لك في الجوار قول زبان العلمي من دار خمار شلاب الخبور عم روح دي لوخ نتيل شلاب والعذو ذاي كل ناشر قريباي نوشق توقادي شالاي تاب حبيت مران والوان من بوثار شلوم ونقادي شلا يدت يا يا تو بغضا مريم رحمن ريشي نركي ذو ميك مورا والوا هاد بالحوض مريم رحمن عيد بمرومي إلهيك ساكن بمكي خذو تحتيك حيار شدرا بركو ثيدوخ لاند كفق ذو ليقوموخ بريخن بطيبو ثود وبريدوخ واحيدو دعمك مالقي بو شبحو ويقارو وحذونو عمرو حيدو قديشو وشو وبخو لزبان العلمين فتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم ليرجع الخروف الضال لا ترفض خدمة هذه الذبيحة غير الدموية لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون فلا يكن هذا السر الذي دبر لخلاصنا دينونة لنا لكن واسطة للصفي عن خطايانا ولحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك الكل قدس الصالح المجود له المحي والواحد معك في الجوار هوشو وابخو لزبان العلمي ومشافير قم دي حلثا قم نخفوسا قم زيوسا قم قادي شوسا قم دي كلان أحايب حوبي ونسد أشرارا
مسد عنو يدين بحلاس الله بنا غفورا هودي حلتو قد اشتو دقدو من سيمون حربين داي كمرو رابو ماليون مشين وبشنومو دبحتو توديسو الله إلى أب ونعمة الابن الوحيد وشركة حلول الروح القدس الفرقليط لتكن مع جميعكم أخوتي وأخواتي إلى الأبد مع روحك أيضا تكون عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في هذه الساعة مرتفعة إلى العلام حيث المسيح جالس عن يمين الله الأب هي عند رب الإله لنشكر الرب بمخافة إنه لواجب ولا حقيقة إنه مستحق وواجب أن نشكر ونمجد ونسجد لخالق الكون يا من تسبح الأجناد السماوية المجسمة وغير المجسمة الشمس والقمر وسائر الكواكب الأرض والبحار والأبكار المكتوبة في أورشليم السماوية الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلاطين والعروش السادات والقوات الكروبيم الكثير عيونهم والسرافيم الستة أجنحتهم الذين يحجبون وجوههم وأرجلهم ويطيرون الواحد إلى الآخر مقدسين وهاتفين وقائلين قديش 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 قدوس وكثير الرحمة ومن أجل محبتك للبشر جبلت الإنسان من التراب وأسكنته الفردوس وعندما خالف وصيتك لم تتركه في الضلال لكنك هديته بواسطة الأنبياء وفي آخر الأزمنة أرسلت ابنك الوحيد إلى العالم فتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء لأجل خلاصنا ولما أزمع أن يقتبل الموت الإرادي عوضا عنا نحن الخطاء ذلك الذي هو بلا خطية أخذ خبزا على يديه المقدستين خدين فات الدم قابل الموت صبيون يحلف إن حاطوا يهود لحطوا انساب لحمه بذو قديش ثو خذوا ذي بارخ وقام هادي
بلش يا وقادي شوي مار سبخ الميني ونفغر دحلو فيكون وعلو فساقية ميثق صيف ميثيها بالشبقان ودحطوهم والحاية دلعو لم علمين أخوث والكوس انساب خذوا ذي بارخ وقادش يا بلول لش لي وقادش ومار سابشتو منك الخون هنا ودم دحلو فيكون ولو فساقية مثي شد ومثي بالشبقون ودحطوه والحاية دلعو لم علمين لما أودع الرسل القديسين هذه الأسرار أوصاهم قائلا هكذا اصنعوا لذكري حتى مجيء أيها الرب موتك وقيامتك بعد أيام ثلاثة وصعودك إلى السماء وجلوسك عن جانب الله الآب الأيمن ومجيئك الثاني الرهيب الذي فيه تدين المسكونة دينونة عادلة كل نفس ما عملت فمن أجل هذا نرفع إليك هذه الذبيحة غير الدموية لكي لا تعاملنا بحسب آثامنا ولا تجازينا بما تستوجب خطايانا لكن تغمد بجزيل رحمتك ذنوبنا نحن عبيدك فإن شعبك يتضرع إليك مبتهلا وميراثك يتوسل إليك ومعك لأبيك قائلا رحم عليك أيضاً هنا حبيبي بروح قديش ومن مروم إلى يزيح نحيم ومرحيم شرع الخرسطية سيمو قديش له
شينو شريو دي حلتو وانتو كت قويمين مصالي صلاة وشلوم وامان شينو الكلام نين ماريا عنين ماريا استجبني يا رب واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا يا ليسون قل يا ليسون قل يا ليسون أي كانوا خذ ما جينا بذي اللحمون فغرو ما بيت حي فغرو فاروقو يو فغرو دمشيحو أهديلان آمين كوسون شمل دمود يا ثيق دمودي لدم شيخ قالوا هدي لا هذه الأسرار متناوليها نفسا وجسما فيثمر صالح الأعمال من أجل تثبيت البيع المقدسة المؤسسة على صخرة الإيمان التي لا تقهر أبواب الهاوية نجها من شكوك الأراطقة حتى الانقضام لنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك الكل قدس الصالح المسجود المحيي والمساوي لك في الجوار هوشو وبخول الزباوة المين بارخ مورن صايد كشاف موران ولهان بيدون نراب وتحيلو قد يشوف لوف كلهون أبو ثم دبروني دلان ونطقو يمين بريشين يوم حيدتنون عيدو ثقادشو ضالوه بربا فنيون رايم دبرين قادشم يقري طبثوني فاطر يرخد الان موران موران مرقنا طيوس وفريم ترايونو ابو مورت ودرس ترايونو وحسايو ديلان ابو مور سوريوس أب مورا ثناسيوس أب مور تيموثيوس نتقايمو بالوها عم شركوت كل نفس قوفي أرثوذكسو صوتو شروتي ويلان مريونت كاشف بارخ مور نبتهل إليك اللهم يا من أنت قدير على كل أمر عسير أن تضمنا إلى جموع الأبكار المكتوبة في السماء فنذكرهم ليذكرون أمامك ويشاركون بهذه الذبيحة الروحانية أمناً للأحياء وتجيعاً لنا نحن الضعفاء
وراحة للموتى المؤمنين أبانا وإخوتنا ومعلمينا بنعمة ابنك الوحيد ورحمة روحك الكل قدس الصالح المجود له والمحيي والمساوي لك في الجوهر الآن وإلى الأبد. بارخ مور تبدا مثادينان هوي شوياث طوبة وشبيحات من كل هن شربوث ودرعو قادشتم شبحتو ومبرختو ومعليتو وبثلاث خول زبان طوبوني ثيلدات الله او مريم عمود نثعاد لنبيا ولشليحة كروزة ولنقلسطة والسودة والموديونة والطوبون ومر يوحانون زقادو معمدون وراهوتو قذمويو هدموريم والقديشوم شبحو مور استفانوس ريشو دم شمشوني قذمويو تسوده والريشة يشلح عليه مر فطروس مر فولوس ندخر دينا غحضو كلهم قاديش وقاديش وثو نيم يوم يفتش ثبت في نفوسنا تعليم أئمة الحق الملافنا الذين أذاعوا اسمك القدوس في الأمم والملوك وبني إسرائيل ماحقاً الهرطقات التي تضايقنا واجعلنا أهلاً للمثول أمام عرشك المخوف مثولاً مبرراً عن الملام لأنك قدوس ومقدس القديسين ونرفع إليك حمداً وشكراً ولابنك الوحيد وروحك الكل قدس الصالح المجود له والمحيي والمساوي لك في الجوهر الآن وإلى الأبد. آمين. بارخ مور تبدن مثادينان كلون عني ذيم هايم ندى بمرزد أشرار من مذبحون وقديشو من أثرون من كل أثار فنيون قضم واشخب واتنيح والوصله أبو مرد روح وثوث ولبسار ومانا نبع ونتكشف من امشي على ديلان او دنساب نفشوثون روحوثون الوثيد برحمه ساقيين نشوينو والحسويت حوبي والشبق نضحتوي للوانهون منا ملكو ذيش ما ينيثو نزعقني ما تزبني أيها الرب ربنا إله الأرواح والأجساد اذكر جميع الذين رحلوا عنا
وهم على الإيمان المستقيم، ونيح أجسادهم ونفوسهم وأرواحهم، منجيا إياهم من الشجب الأبدي. نعمهم حيث يتلالى نور وجهك متغمدا ذنوبهم، وغير محاكمين إياهم، لأنه ليس بري أمامك سوى ابنك الوحيد الذي بجاهه نحن أيضا نرجو الحظوة بالرحمة وغفر خطايانا لنا وله. أني حاسو أشبو ألو الشروث دي لانو دلهون أيلين ضحطينان ضوميك بصبيونو وادلو بصبيونو بذاته وادلو بذاته، واحفظنا حتى انقضى حياتنا بدون خطية، واجعلنا عند أقدام أصفيائك متى وحيثما وكيفما شئت فقط بدون هوان خطايانا، لكي بهذا وبسائر نعمك يمجد ويبجل اسمك الكل الإجلال المبارك، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك الكل قدس الصالح المجود له والمحيي والمساوي لك في الجوهر هوشوب خونسبان العلمين بارخمون. أي كانوا ديزا وويزاهم كذر الدردورين والكل الدورين علم يعلمين أمين بارخمون. تكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إخواتي وأخواتي إلى الأبد. Thank you.
شاف قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون ونصعد التسابيح لله لا بالفريد ونقدم السجود للابن الوحيد ونهتف بالدعاء للروح القدس الفارقليط نحن الذين بين يديه نسلم كفتي حياتنا يا اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا يا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا أبا ربنا يسوع المسيح يا من يمجد الكروبيم ويسبح السرافيم ويبجل ألوف ألوف وربوات وربوات من الأجناد الأقلام يا من تقدس وتكمل القرابين والأثمار التي ترفع إليك عرفا طيبا قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي ندعوك بقلب نقي ووجه طلق يا أيها الإله الآب السماوي ونصلي قائلين أبون دبش مايو نجنا من الشرير ممهدا لنا من المحنة خلاصا
فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد هوشوع وبخول الزبان العلمي. شلومو الخلقون احنا رؤوسهم عبيدك المترجون رحمتك الجزيله فاسبغ يا رب بركاتك وقدس اجسادنا ونفوسنا وارواحنا جميعا واهلنا لتناول اسرار المسيح مخلصنا المحيا فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد هوشوع وبخول الزبان رحمدت لي ثيوث قد اشتم شبحته لو بريثو ايثيتو وامثومو تيوي عم كل خنا حواي العلمين تي حلفتو حسموريو ما وشيم القديش ولد خايو زودق نثيابو ونبلحو برخ مور شبحوا لابو لابرو وروحوا قديشوا حديثيهون لولم المنى وامين هذا بو قديشوا عمان قبل العلم بحنون آمين معنا هو الابن الواحد القدوس الذي خلص عالم بآلام قنومي ثمينة آمين معنا هو الروح الواحد القدوس الذي هو تمم جميع ما كان ويكون ليكن اسم ربي مباركا من علم وعذام العلم آمين 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 قربان وصلاة Lord, 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 L
اثملكم شب حكمك مهلي لا يا وهلي لا يا ومالك تومي يمين وطعي عمي بدبوي مهلي لا يا وهلي لا يا ندر رمالك شب بارخ مور لابو لبرا والروح قديش من عول ودا من عول عول من من قارب دولو بلو شبورا دمها من اللي حدود من النعبد رحمي عالكولان ستو من قالس قرية ليسون نهو البور قدان وصلتو انتوي شغلنا امشودن بارغ مور عديش ريحو باسمو فياح بويا لفتلتو مريا يلدطا مريو رحم علينا دار فصلي بخمار نيشو بصف مريم يلدو عبر بطل مينا محفوظ شفتت روزا الذي قادح لو نفرع عليلون واخر لابن شواصف ابن اثراب سيبوثو عليلو يا شامي بسيمه الابرا والروح قديش من علم ودم العلم والمين امين دخران خمر افرم ارقو العلب الشمايا وين دقا دغرنا نفع درم بصا ودوس من قال سخنية طوبى لنبي طوبى لشيح طوبى ينصدي يا من نحوم وبارخ مور أبو بروا من صدين بعي وانا الليل جشبين ولا ولا في صنع له فمر يرحم علينا في سعما قديش الهودة بتصبيون نعبر ونباطل منن ما حوذ شفت دروزه بشمابه وبرو روحه قديشه حاضله شريره أمين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. قداسة الحبر الأعظم مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع الجزيل الوقار بارخ مور صاحب الغبطة البطريرك فؤاد طوال الجزيل احترام أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء ممثلو الكنائس الآباء الكهنة والرهبان الأفاضل أيها الحضور الكريم بقلوب تفيض برحيق المحبة وأفئدة تنبض بعبير المودة ومشاعر مفعمة بروح البنوة نحييكم يا صاحب القداسة نحييكم من أعماق قلوب أبنائكم السريان في الأردن والأراضي المقدسة والتي فاضت نفوسهم بمشاعر جياشة معلقة بشذا كرسي أنطاكيا العظيم لا بل وتاقت قلوبهم للقاء أبيهم ورئيس أحبارهم الأعظم والتي يعبر عنها هذا البشر المرتسم على وجوه أبنائكم السريان فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رئيس وأعضاء جمعية السريان الخيرية وكافة مؤسساتها وكل الشعب السرياني في الأردن والأراضي المقدسة يسعدني ويشرفني أن أرحب بقداستكم
والوفد المرافق لكم في الأردن، هذا البلد الجميل المبارك الذي تشرف بأن زاره أنبياء الله العظماء مثل إبراهيم وموسى، وتبارك منذ 2000 عام بعماد الرب يسوع في نهره الخالد نهر الأردن. هذا البلد الآمن الأمين الذي يرعاه ويحكمه بحكمة منقطعة النظير ملكنا المحبوب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أدام الله حياته. في مستهل كلمتي ابتدأت بقول الإنجيل عن الرب يسوع أنه كان يطوف المدن كلها والقرى يعلم ويكرز ويشفي كل ضعف في الشعب. وأنتم اليوم يا صاحب القداسة سرتم ولا زلتم تسيرون على آثار المعلم الصالح، ونسجتم وتنسجون دائماً على منواله، إذ لا يمكن أن ننسى أنه من يوم تنصيبكم بطريركاً للكنيسة السريانية الأرثوذكسية وأنتم تجوبون البحر والبر لكي تساندوا شعبكم وتقفوا إلى جانبه في كل المحن والأعاصير التي عصفت به وآلمته، بل وأرادت اقتلاعه من جذوره الأصيلة، وكنتم دائماً تبحثون عن حلول ناجعة لمشاكله. وقد شاءت الإرادة الإلهية أن تتزامن هذه المحن وتلك الأعاصير مع الأسبوع الأول لتنصيبكم، إذ لم ولن ينسى شعبكم المشرد في العراق موقفكم العظيم والمشرف، إذ وأنتم لا زلتم تستقبلون المهنئين بتنصيبكم آثرتم وصممتم على تفقد أبنائكم المهجرين والمشردين، وجلستم تؤازرونهم وتشجعونهم على ثباتهم في إيمانهم. وبعد ذلك ابتداتم تطوفون في المدن والقرى في سوريا والعراق وغيرها من البلدان، زرتم وشجعتم وساندتم وأطعمتم وسقيتم وآويتم. وحق فيكم قول الإنجيل المقدس: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. سيدي صاحب القداسة، إن كنيسة مار أفرام اليوم في عرس لا أبهى ولا أجمل، نشوى بخمرة الشوق العميق والحب العذب الذي تكنه لراعي رعاتها الصالح والجالس على كرسي مار بطرس العظيم، والتي اندفعت عن بكرة أبيها بشيبها وشبابها برجالها ونسائها وأطفالها، كما خرجت يوماً أورشليم وفتحت أبوابها أمام الآتي باسم الرب. خرجت تحتفي بقدومكم يا صاحب القداسة، يحدوها الشوق الذائب الذي تراكم في نفوس أبنائها عبر 4 سنوات خلت، وها هي اليوم فرحة ومستبشرة خيراً جزيلاً ومستقبلاً مشرقاً وزاهراً لهذه الأبرشية العريقة، أبرشية الأردن والديار المقدسة، إذ بقدومكم سيبتدئ العهد الجديد لها، والتي بلا شك سوف تحيطونها بجل اهتمامكم ورعايتكم الأبوية السامية. اليوم أفرامنا السرياني العظيم شفيع هذه الكاتدرائية مغبوط بزيارة سميه والسائر على نهجه في مختلف ميادين الحياة الإدارية منها والعلمية والإنسانية والوطنية وسواها، وباكورة ثمار أعمالكم يا صاحب القداسة كانت افتتاحكم قناة سوبور الفضائية السريانية وراديو كيفو، هذا فضلاً عن العديد من المشاريع التنموية
التي لا يتسع الوقت لذكرها والتي تديرها هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، والتي ساهمت بشكل فعال في التفاعل معه والتأثير في المجتمع المدني، وفتحت الكثير من فرص العمل للشباب الناشئ، وهذا كله ببركة وتشجيع قداستكم ومن شدة محبتكم وشغفكم بالعلم. آثرتم افتتاح جامعة أنطاكيا السورية، هذا الصرح العلمي العظيم الذي تاهت به فخراً وألقى قلوب أبنائكم السريان في كل أقصاء المعمورة. كيف لا وبيننا الصيبين وأنطاكيا جامعة، بين أفرام السرياني مدير مدرسة نصيبين وأفرام الثاني مؤسس جامعة أنطاكيا السورية، يقف العلم شامخاً باسقاً حاملاً مشعلاً وضاءاً. ولا عجب في ذلك، لأن أفرام يعني المثمر أو الأثمار المضاعفة، فأفرام السرياني أثمر في مدرسة نصيبين السريانية، وأفرام الثاني ضاعف الثمار في جامعة أنطاكيا السورية. يقول المثل أن شرف المكان بالمكين، فالناصرة كانت مدينة مجهولة الهوية لا يعرفها أحد ولا يتطلع الناس إلى زيارتها، ولكن ما أن تربى يسوع فيها ودعي ناصرياً حتى تشرفت وتباركت وأصبحت محط أنظار الحجاج في كل أنحاء المعمورة. واليوم يا صاحب القداسة، وبعد أن تشرفت وتباركت رعية عمان وأبنائكم السريان في الأردن بزيارتكم الميمونة، أصبحت بلا شك ذو شأن أسمى بين رعايا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. هذه الزيارة التي غرست في نفوس أبنائها كل معاني الحب والاهتمام من أبيها وراعيها الجليل إلى رعيته المتشوقة لسماع صوته والنهل من عذب كلماته. ألا دمتم فخراً وعزاً، ترعاكم عين الله الساهرة ويؤازركم ويشدد عزمكم روحه القدوس. وبارك مور سيدنا. كلمة قصيرة نيابة عن الشعب السرياني عامة في المملكة الأردنية الهاشمية. سيدي صاحب القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم أجمع، إنها لساعة مليئة هبة ومحبة، وليس من السهل أن أقف أمامكم يا سيدي خادماً لهذه الكنيسة ولهذه الأمة، ومن حولكم أحبارنا الأجلاء القدام الذين أتوا معكم لهذه الزيارة، وهم أمراء الكنيسة السريانية. ونرحب بكم وبالوفود المرافقة لقداستكم باسمي وباسم كافة أعضاء الجمعية وكافة أعضاء المؤسسات، وهي المجلس الاستشاري، لجنة السيدات، لجنة الشبيبة والكشاف، ولجنة البناء السابقة والحالية، ومكتب المستشارة القانونية. وباسم أبناء الطائفة السريانية في الأردن من أردنيين وعراقيين وسوريين، فنحن في هذه الأبرشية عائلة واحدة سريانية أرثوذكسية متجانسة توحدنا هذه الكاتدرائية. فنحن في هذه الأبرشية والتي أصبحت معلماً معمارياً مسيحياً مميزاً، والتي بنعمة الرب يسوع المسيح له المجد وبالمحبة والانتماء تم هذا البناء. ولا بد لي أن أذكر دور قداستكم الفاعل لمساعدتكم في هذا المشروع حينما كنت نائباً بطريركياً في شرق الولايات المتحدة، عندما زرت الولايات المتحدة بمعية نيافة المطران الملكي موراد في عام 1800 متأسف. ومشكوراً سخرت لنا قداستكم كل التسهيلات لجمع التبرعات لاستكمال هذه الكاتدرائية ومرافقها،
حيث بلغت حوالي 125,000 دولار. فألف شكر لك يا سيدي وللشعب السرياني في نيوجيرسي وفلوريدا حينما كنا في هذه البلاد الجميلة. ولا أنسى أن أرحب أيضاً بكافة ممثلي الكنائس الشقيقة في الأردن وضيوفنا الكرام وأبناء الطائفة السريانية عامة وفضائية نور سات، والذي يتميز عن غيره فالأردن بلد الأمان والأمن الذي يتميز عن غيره في المشرق العربي من حيث التنوع الاجتماعي والثقافي والحضاري والديني داخل المجتمع الأردني الواحد، والذي يشكل نموذجاً زخماً متكاملاً من حيث التناسق والتمازج الخلاق واحترام الآخر. وهذا التنوع الفسيفسائي الجميل يكمل اللوحة الوطنية بإطارها العربي والإسلامي من مسلمين ومسيحيين ضمن المواطنة الصالحة والمساواة. وكما يقول دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم: أنتم المسيحيين مكون أساسي وأصيل ومهم في النسيج الأردني، فأنتم لستم غرباء عنا. وها أنتم يا صاحب القداسة خليفة مار بطرس هامة الرسل، جالساً سعيداً على الكرسي الرسولي الأنطاقي، أول كرسي في المسيحية، وقد اختاركم الله تعالى حيث جسدتم وحققتم الكثير من العطاء والنمو، وذلك بقيادتكم الحكيمة وخدماتكم الجليلة في تثبيت وتعزيز الوجود والشهادة السريانية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وإذ أذكر كل هذا، لابد أن نعترف بدوركم المميز في نشر الوعي عن إبادة السريان في مذابح سيفه، وكذلك إشهار وافتتاح مشروعي الجامعة الأنطاقية السريانية في سوريا، وهو المنبر العلمي والثقافي الأول لجامعة سريانية في العصر الحديث، وكذلك أيضاً فضائية سوبورو، وهي أول فضائية سريانية تابعة للبطركية السريانية الأرثوذكسية، وكذلك إشهار رابطة رجال الأعمال السريان وغيرها من المشاريع الرعوية والتنموية. وفي الختام نشكر قداستكم والوفد المرافق معكم على تلبية دعوتنا لكم، وخاصة بمشاركتكم لأبناء شعبكم بالاحتفال في عيد الإغطاس وعلى ضفتي نهر الأردن، وهو المكان المعتمد رسمياً الذي تعمد به السيد المسيح له المجد. وبكل خشوع نتمنى من قداستكم أن تكون زيارتكم القادمة وفي المستقبل القريب للبدء بتنفيذ مشروع كنيسة مار يوحنا وفي موقع المغطس. واعترافاً منا كمسيحيين، لابد أن نذكر دور أردننا العزيز علينا جميعاً، والذي قدم الكثير لإخوتنا اللاجئين والنازحين من عراقيين وسوريين ومن قبلهم الفلسطينيين كل مساعدة ورعاية ومحبة وحسن ضيافة، متضرعين لله تعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والوفاق والازدهار، ويبقيه رمزاً للعيش المشترك في ظل ورعاية جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين. ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لقداستكم والوفد المرافق لكم، طالبين من الله تعالى أن يمد بعمركم ويحفظكم ذخراً ساطعاً لخدمة وازدهار الكنيسة السريانية الأرثوذكسية العريقة والشعب السرياني الكريم في كافة أنحاء العالم. وكل عام وأنتم بألف خير وأهلا وسهلا سيدي. أحبائي المؤمنون المباركون، اللي مستعد للاعتراف خليتفضل يقف حتى نصلي صلاة الاعتراف. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحي القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة فينيقية كمل هناك قسطنطينية وإفسوس على رجال كهنوت الشريف
المسلم إليك يا سيدنا البطريرك، وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا، وأنا نادم عليها ندامة كاملة، وقاصد أن لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت أحرى من أن أقبل خطية. فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني من ذنبي، سائل الله أن يغفر لي بنعمته. آمين. يا رب اغفر لنا، يا رب سامحنا، يا رب ارحمنا. ليرحمكم رب الإله وليقودكم إلى الحياة الأبدية وبواسطة سلطان الكهنوت المقدس الذي أعطاه السيد المسيح لتلاميذه القديسين ومنهم إلى خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلى ضعفنا العبد الخاطئ بهذا الصلاة المقدس. أحلكم إخوتي أخواتي من جميع ذنوبكم، أطلب من الرب أن يغفر لكم خطاياكم التي تعملتوها بإرادة وبغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة، التي اعترفتم بها والتي نسيتموها، وأن يتقبل توبتكم مثلما قبل توبة المرأة الخاطئة والعشار واللص اليمين وكل التائبين والتائبات بنعمته تعالى. أمين. تذاكون وتثقتشون وشتبقون حوبيكون وحطوهيكون بشمو دابو ودبرو ودروحو قاديشو الحايد العلم علمين. أمين. Thank you.
وابر والروح قديش. من أولام والدول دورين لتش بي. من مذبحك المقدس ينحدر غفران لعبيدك يا ابن الله، يا من أتيت من أجل خلاصنا ومزمع أن تأتي من أجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأباء. شوت موريو ألويا من أخلا متحزيوني ثو باريخ الخنشون وسغو ذيك دم قبلين المسافر ود مياقي روحو سيد حوبش بقونو دحطوه القل يذافي دقدوميك موران والوهان العلمين. تكن مراحم إلهنا العظيم على حامل هذه الأسرار، على مناوليها، على متناوليها، وعلى كل من له تعب واشتراك وسيشترك بها. مراحم الثالوث الأقدس لتكن علينا وعليكم في العالمين. يشوى مشيح العالم شبحولوك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه لا يكونان لنا يا رب ديننة ولا انتقاما لكن صلحا وسلاما وحياة أبدية لجميعنا. وارحمنا لختم رقد سغو تيبي كل جن لجمع نودي دادو من حمو نتميني
فاضل الأخبر يا ترويث ومقبلنا طيب وزوخ دلوثان وثرحا بجزيل رحمتك جعلتنا للاشتراك بمائدتك السماوية أهلا فلا نجب بتناولنا أسرارك المقدسة لكن لنشترك بروحك القدوس باستحقاق ونحظى بنصيب جمهور الصديقين الذين أرضوك منذ البدء وسهمهم فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد من بارخ مور بارخ مور شلام الكل خون عم روح عادي لوخ من بثار سيبوت أدرزي هولين قد يشيوله يدته تبقدوم مريم رحمون ريشين أركين دوميك مرنوا لهان أيها الرب الإله العظيم الذي تحار فيه العقول يا من خفضت السماوات منحدراً في سبيل خلاص جنسنا البشري اشفق علينا وارحمنا فنسبحك دائما ممجدين الله الأب والدك وروحك القدوس الصالح المجود له والمحيي والمساوي لك في الجوار الآن وإلى الأبد معمودي ثوب روح صبعتان هي علوه ترتنم هون لنوى الموران إثحاثو ثوب الموران مريم أفلان ديلان معمودي ثوب يا ونطليت الطعين اللي نشرعت قيوم ودو طين اللي وزم رش حب نصرد حبيب ودو وبرات راد بكي نزعر سر الخد الترابي أقيد القول الشديق وشبر قد اللي دزمار له كنار دم زيرة ملك روبي صبي ومال له مريو وطبيع عبر شفت معمودي ثود حاسحة وبيكون تشبق بصورة يكون واتنيح روحو ثود عاني ذا يكون وين دين عبدو محيلو حاطو ثحنيث عذر برسونا وثخون بارخ مور امضوا بسلام يا إخوتنا وأحبانا وأنتم فرحون ومسرورون وصلوا لأجلي بارخ مور